يعتبر حيوان الكنجر من أكبر الجرابيات التي يكون لدى الأنثى منها جيب في بطنها لرعاية الصغار، إذ يبلغ طولها 2 متر، أما وزنه فيصل إلى 90 كيلو غرام. وينتمي الكنجر إلى عائلة ماكروبوديداي التي تعني القدم الكبيرة. صفات حيوان الكنجر الشكلية: يتميز حيوان الكنجر بمجموعة من الصفات الشكلية وهي كالآتي: يمتلك الكنجر أرجلاً خلفية قوية وطويلة يستخدمها للقفز لمسافات طويلة وارتفاع كبير. يمتلك تركيبة مميزة بالنسبة للأصابع، إذ تتكون كل قدم خلفية من 4 أصابع فردية يتحمل الإصبع الكبير وزن جسمه بالكامل. يمتلك في يده 5 أصابع لكل منها مخلب حاد. يمتلك جسم مميز، فظهره مقوس ورأسه صغير نسبياً، أما أذنيه فكبيرة نوعاً ما مستديرة الشكل. يمتلك ذيلاً طويلاً وسميكاً في نفس الوقت، وهو بمثابة رجل ثالثة يستخدمه للتوازن والوقوف. حيوان الكنجر من الحيوانات الاجتماعية التي تفضل العيش في مجموعات تتراوح الواحدة منها من 10 إلى 100 فرد لأغراض توفير الحماية. يتكون تركيب العائلة في الغالب من ذكر وأنثى وصغارهم، وقد تحظى الأنثى بأكثر من ذكر خلال حياتها. يضرب الكنجر ذيله بالأرض إذا ما أحس بوجود خطر محدق به أو بالمجموعة. موطن حيوان الكنجر تعتبر أستراليا وتسمانيا والجزر المحيطة موطن الكنجر، ولكل نوع من أنواع الكنجر الأربعة سابقة الذكر نطاق جغرافي، فالكنجر الأحمر يوجد في جميع أنحاء أستراليا خاصة في السهول المفتوحة، في حين يعيش الكنجر الرمادي في شرق أستراليا والغربي فيغربها، والكنجر ذو الفراء يعيش في المناطق الشمالية من أستراليا. تجدر الإشارة إلى أن حيوان الكنجر يفضل مختلف الموائل بما فيها العشبية والغابات والأدغال، أو حتى تلك المناطق الخالية من أي أشجار، كما يعد الكنجر من الحيوانات التي تتكيف مع مختلف الظروف الجوية الحارة والجافة، ويستطيع البقاء دون ماء فترات زمنية طويلة. يعد حيوان الكنجر من أكبر الحيوانات الجرابية الموجودة على سطح الأرض، ويصنف إلى 4 أنواع رئيسية، ويوجد بكثرة في أستراليا، ولديه العديد من الخصائص الجسدية التي تمكنه من القفز لارتفاعات كبيرة، وتتميز الأنثى منه بما تملكه من جراب يحتوي على غدد ثديية يستطيع صغير الكنجر من العيش داخله لمدة تقارب 8 أشهر حتى يكبر ويصبح مستعداً للخروج والاستقلال عن أمه. تعيش القرود في جميع أنحاء العالم، وتأتي بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، ويوجد أكثر من 160 نوعاً مختلفاً من القرود، حيث يتم فصلهم إلى فئتين رئيسيتين، فئة العالم الجديد وفئة العالم القديم. وتعيش قرود العالم الجديد في أمريكا الشمالية والجنوبية، بينما تعيش قرود العالم القديم في آسيا وإفريقيا. يمكن أن تعيش القرود حتى 40 عاماً في البرية، وتتراوح أعمار القرود بين الأنواع من 10 إلى 40 عاماً، ويعتبر قرد البابون أطول أنواع القرود عمراً، وهناك 5 أنواع مختلفة من قرود البابون يعيش معظمهم يعيش في السافانا، وتعيش قرود المكاك اليابانية حتى عمر 28 إلى 27 سنة. موطن القرود: تعيش معظم القرود في الغابات الاستوائية المطيرة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية أو السافانا في إفريقيا، وتعيش قرود المكاك اليابانية في أجزاء من اليابان حيث تتساقط الثلوج، وتمتلك القرود أقداماً مرنة مثل أيديهم، مما يساعدهم على السفر عبر الفروع الصغيرة المرتفعة في مظلة الغابات المطيرة. غذاء القرود: يعتقد أغلبية البشر أن القرود تأكل الموز فقط كغذاء، ولكن هذا اعتقاد خاطئ، حيث اللحوم والأطعمة النباتية، وتعتبر القرود من آكلات اللحوم، ومعظم القرود تأكل المكسرات والفواكه والبذور والزهور، كما تأكل البعض من القرود بيض الطيور والسحالي الصغيرة والحشرات والعناكب. تكاثر القرود: تختلف فترات الحمل للقرود باختلاف الجنس، على سبيل المثال تبلغ فترة حمل قرد الريس 164 يوماً، ويمتلك البابون فترة حمل تبلغ حوالي 187 يوماً، وتتمتع الشمبانزي بفترة حمل أطول بكثير تبلغ حوالي 237 يوماً. وعند ولادة القرود يتم رعاية صغار القرود بشكل أساسي من قبل أمهاتهم. عندما يكون هنالك نقص في الغذاء،
تتوقف إناث القرود من التزاوج والإنجاب حتى تتغير الظروف، وأيضاً عندما تكون الظروف مناسبة تلد أنثى القرود مرة واحدة كل سنتين. ابتسام القرود أو شد شفاهها هذه علامات على عدوانية القرود أيضاً، التثاؤب والتمايل في الرأس وهز الرأس والكتفين إلى الأمام من علامات العدوانية. تعبر القرود عن التعاطف والتصالح بين بعضها البعض من خلال رعاية بعضهم. قرود العالم الجديد يمكن أن تتأرجح بشكل عام من ذيولها، ولا تستطيع قرود العالم القديم أن تفعل ذلك.